جين كالمنت معمرة فرنسية اشتهرت بلقب المحتالة خفيفة الظل، وذلك بعد أن نفذت دون قصد أغرب عملية نصب في التاريخ. وفقا لما ذكرته صحيفة فرنسية، فإن المعمرة كانت تبلغ من العمر 90 عاما حين عقدت صفقة مع محامي لبيع شقتها التي كانت تسكن بها مقابل $500 شهريا حتى وفاتها، واشترطت عليه الإقامة فيها على أن يستلمها بعد تشييع جثمانها. وأشارت الصحيفة إلى أن الطرفين لم يتفقا على سعر محدد لبيع الشقة، ذلك الأمر كان مغريا للمحامي الذي كان يعتقد أن السيدة لن تعيش أكثر من 2 عامين فهي في 90 من عمرها. وعقدت الصفقة مع المحامي، لكنها أصرت على أن تبقى ساكنة فيها ويعطيها $500 شهريا حتى تموت. وقبل المحامي بهذه الصفقة على أساس أنها لن تعيش طويلا وليس لها أولاد أو ورثة. وكانت المفاجأة أن جين لم تمت حتى 122 عاما من العمر، حتى أن المحامي توفى قبلها بـ2، فأصبحت أسرته تدفع لها شهريا بدلا منه. وقدرت الصفقة بـ180 ألف دولار، أي ما يعادل 3 أضعاف ثمنها الحقيقي.